باذن الله النهارده هنتكلم على اخر فيديوهات في السبيشال سنس، وهنقسمها لفيديوهات منفصله. الفيديو الاول فيهم فيجوال باسواي، كل اللي انا هشرحه هتكلم على الجزء الخاص بالعملي، بس لازم نبص على الرسمه مع بعض. هنتخيل ان ده الاي بول بتاعنا وده اي بول تاني، طبعا ده الرايت وده الليفت. الاي بول من فوق في الكورنيا القبه دي اللي بنرسمها مع بعض، ومن تحت انا سبتها مفتوحه لان ده المكان اللي هيخرج منه الاوبتيك نيرف. كلنا عارفين ان الاوبتيك نيرف كان بيطلع من الجانجليون سيل لير. اللي بيحصل ان انا هوصل الاثنين اي بول ببعض، وهاجي اعمل قوس كده، وادي الناحيه دي والناحيه الثانيه بكمل الرسم. الفكره بمنتهى البساطه، الاوبتيك نيرف يتكون من نوعين من الفايبرز. الاولاني اهو هعمله بالخط الاسود التخين اللي هو ده، وهلاقي ان ده بيكون نازل وعامل كروسنج اسمه نيزل فايبرز، لان المعروف ان النوز موجوده في الحته دي طبعا، يبقى اي فايبر بيعدي جنبها ده النيزل. طيب وهعمل الفايبر التاني منقط، ده المنقط ده هيكون جنب تمبورال بول، فهحط عليه سهم وهسميه تمبورال فايبرز. دي الفكره ببساطه. قبل ما نيجي نكمل لازم اقول كذا حاجه. النيزل فايبرز ليه عملت كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد؟ لانها قريبه من الميد لاين بتاعها، ودي النقطه الاولى. طب هي بتعمل كروسنج للناحيه الثانيه علشان تمشي مع الخط المنقط ده اللي هو التمبورال فايبرز. يعني انت قصدك النيزل زائد التمبورال هيعملوا لي حاجه اسمها اوبتيك تراكت، ده المسار بتاع الاوبتيك نيرف. واتفقنا زمان في اللايت ريفلكس او النير فيجن ان انا عندي ثلاث حاجات لازم يتقالوا في اي فيجوال باسوي. البدايه هي اوبتيك نيرف، ثم مر في الممر ده هسميه اوبتيك كيازما اللي هو فوق البيتيوتري، وعملوا لي اوبتيك تراكت. طب دكتور قبل ما نكمل كلامك عندنا سؤال، النيزل عدى الناحيه الثانيه ومشي مع التمبرال بتاع الاذر اي، برضه ليه؟ لاني انا عاوزهم يوصلوا الى الكورتكس كصوره واحده. انا عايز اعمل حاجه اسمها فيوجن، التحام الصوره، والكلام ده هنقوله في فيديو اسمه باي نوكيولر فيجن. حلو، يبقى نيرفك ياسما تراك، وبعد كده عايز توصل الى ايه؟ عايز اوصل الى الحته دي. بص بقى قبل ما اقول الحته دي تمثل ايه؟ هاجي من عند الاوبتيك تراك واطلع منه اربع اسفل. ايه هي مصير الفيجوال باسواي؟ يعني نفترض ان انت عايز تقرا دلوقتي، يبقى لازم الاوبتيك تراكت لازم يعدي لللاترال جينيكيوليت بادي اوف ذا سالاكس. يبقى اذا الدايره دي هو اللاترال جينيكيوليت بادي، وده السكرتير بتاع الفيجن اللي بينقل فيجوال سيجنال للكورتكس. طب دي اول ممر. طيب عشان اقرا انا محتاج سوبيريور كوليكولس. افتكروا فيديو النير فيجن كان السنتر اوف نير فيجن، وده موجود في الميد برين. طيب نفترض ان انا جبت تورش بتاع لايت زي السكشن وجبته من الجنب لعينيك، علشان البيوبل تضيق السنتر كان اسمه بريتاكتال نيوكليس. يبقى اذا ده نير فيجن وده لايت ريفلكس، كده احنا معايا طور رابعه. الرابعه جميله قوي في الهاير فانكشنز. انت
مين اللي بيعرفك ان دلوقتي صبح او ليل؟ العين. العين بتبعت سيجنال للهايبوثالاموس الاوبتيك تراكت، ده يبعت لمكان اسمه سوبرا كياسماتيك نيوكليوس اوف ذا هايبوثالاموس، ده المسؤول عن دورة الليل والنهار داي لايت او دارك لايت سايكل. يبقى كأن الاوبتيك تراكت الموسع ديستريبيوتر، انا بوسع الباس واي على حسب النتيجة اللي انا عاوزها. طيب نيجي عند اللاترال جينيكيوليت بادي اللي عضلتها يمين وشمال، عايزين نتكلم عليه. دكاترة الأناتومي قالوا إن اللاترال جينيكيوليت ده ست طبقات، وهنا عاوز أفسلك وأفكرك بالست طبقات بتوع السباينال كورد والست طبقات بتوع السنسوري كورتكس. فاكرين S1؟ يعني أنت عايز تقول إن ربنا منظم 6 layers موجودة، سباينال كورد موجودة في صلاص، موجودة في سنسوري كورتكس. دكتور انسى السنسيشن، كلامنا عن الفيجن. الست طبقات دول ايه ميزتهم؟ اقول لك بقى متقسمين الطبقة الأولى والتانية مع بعض، والطبقة التالتة والرابعة والخامسة والستة مع بعض. يعني ايه شاملين؟ فاكرين لما جيت شرحت الجانجليون سيل قلت ان الجانجليون سيل دي هي الطبقة رقم 8 في الريتن؟ احنا قلنا الريتن 10 طبقات، وقلنا من اوتر لإينر، بدأت من بره بالبيجمنت لاير ثم بالطبقات المختلفة، الطبقة التامنة جانجليون لاير. طب وبعدين؟ قلت ان الجانجليون فيها نوعين من الخلايا، افكرك بارفو سيل، وقلت البارفو اللي تحس بحاجة ثابتة، شيء ثابت بشوفه يبقى انا بحس بالبارفو. ايديا ثابتة ما بتتحركش، يبقى انت شفتها بالبارفو سيل اوف ذا جانجليون سيل لير. حلو، البارفو سيل موجودة فين على الرسمة؟ تعالوا نتخيل ان هنا ادي البارفو. طب ليه قلت هنا؟ يا جماعة ما هو ده الاوبتيك نيرف، واتفقنا ان الاتنين فايبرز بتوعه خارجين من الجانجليون سيل، فالبارفو عمل ايه؟ قام راح باعت الاشارة بقى نيزل وتمبورال والقصة اللي انتوا عارفينها، ووصلنا الى الاوبتيك تراكت ومنها الى اللاترال جينيكيوليت بادي. يبقى كأن في طبقتين في الصنص بتستقبل الإشارة اللي جايلها من فوق من البارفوسيل. طيب التلات الأربع طبقات اللي باقيين في الصلص يستقبلوا الإشارة اللي جايلها من المجنو سيل، وقلنا المجنو بحرف الإن مسؤولة عن الموفمنت أوف أوبجكت، قلم بيتحرك قصاد عيني، حاجة بتتحرك يبقى لازم انقلها لمكان في الصلص يحس بيها ويبعتها لمكان في الكورتكس. في نظام عبقري من ربنا، فده السبيسيفيكيشن في الشغل. يبقى كده عرفت ان اللاترال جينيكيوليت ست طبقات وقسمتهم 1 اند 2 ومن 3 و4 و5 و6. الكلام ده احنا ما بنتكش عليه قوي بالنسبة لطالب سنة تانية، بس دي معلومة بايظة قوي. طب ايه بقى تكملة كلامك؟ تكملة كلامي ان احنا عايزين نكمل بقى، نكمل لفين؟ لو انا بتكلم على نير فيجن لاترال جينيكيوليت بادي كان بيبعت لمكان في الكورتكس اسمه اريا 17، يبقى انا دلوقتي بتكلم على فيجوال كورتكس. طب ايه السهم اللي نازل ده؟ السهم ده اسمه اوبتيك رادييشنز، وده مهم قوي. طبعا ما بيبقاش كده، بيبقى عامل زي اشعه الشمس،
بالموتور زمان الاوبتيك راديشن ده كان بيعدي على البوستيريور لمب اوف انترنال كبسول. قلنا زمان وصلنا لاريا 17. طب عشان الكلام يبقى منظم عشان نتكلم على اريا 17 في الكورتكس قلني الاول مكانها وبعد كده اقول الاورجنايزيشن بتاعها ده مهم جدا وبعد كده اقول لي وظيفتها. يبقى انا همشي بالنظام ده. اريا 17 في الاناتومي موجوده عند الكالكراين فيشر على الميديال سيرفيس اوف اوكسيبيتال كورتكس. انا عايز اتاكد ان انتوا عارفين انها ميديال سيرفيس اوف اوكسيبيتال. كلنا عارفين ان مراكز الرؤيه موجوده ورا اوكسيبيتال، دي معروفه القصه دي. طب ليه ميديال سيرفيس؟ تو بي بروتكتيف، ربنا خلاها لجوه. يبقى ده اريا 17 ومكانها. طب يعني ايه اورجنايزيشن؟ انتم اللي هتقولوا مش انا. احنا لسه متفقين ان انا عندي ست طبقات. طبعا لو انتوا عايزين الكلام بالظبط الست طبقات دول بيكونوا بالعرض، يعني دي الطبقه الاولى لغايه الطبقه الثانيه. والست طبقات دول بيبقوا بينتريتد بعواميد او كولنز. يعني الكولنز تخترق الست لايرز دول. طيب احنا اتفقنا في الترم الاول في السنسوري ان في خريطه في اريا 4 بتحط كل جزء في جسمك حسب اهميته. الهاند كبيره قوي ولا الترنك صغير قوي. طب انت يا اريا 17 ايه الخريطه بتاعتك؟ قال الماكيولا عندي هتبقى ريبريزنتد بوستيريور والبريفري اوف ذا ريتنا هيبقى في الخريطه بالنسبه لي انتيريور. ايه ده؟ زي بالظبط لما كانت في الرتنا. فاكرين الماكيولا بيوتير؟ قلنا دي فيها فوفيا سنتراليس ودي احسن مكان بتشوف فيه. يبقى اذا البرزنتيشن اوف ذا ريتنا ذا سيم في اريا 17. يبقى دي اول فكره في الاورجنايزيشن او التنظيم. بصوا بقى العظمه بتاعت ربنا. الست طبقات اللي انت بتتكلم عليهم هل كلهم بتخصص واحد؟ ايوه احنا هنشوف. انا معاك. لا في اختلاف. يعني ايه؟ لو انا جبت خط ثابت حاجه ثابته زي قلم اهو ثابت قصاد عيني ما بيتحركش اريا 17 هتستقبله بسل معينه. عشان كده قالوا اريا 17 فيها ثلاث انواع من الخلايا. اول خليه اسمها سيمبل سيل. السيمبل سيل تشوف خط ثابت في مستوى واحد يعني وان بلين حاجه ثابته ما بتتغيرش. طب انا لو عايز الخط اللي انا بشوفه ده يبقى بيتحرك. يعني انا مثلا اجيب قلم واعمل كده افضل احركه قدام عينك بيتحرك في بلين واحد. لو حاجه بتتحرك اشوفها بكومبلكس سيل جوه اريا 17. طيب لو حاجه بتتحرك كده وكده تتحرك افقي وراسي في كذا بلين اشوفها بسيل اسمها هايبر كومبلكس سيل. يا جماعه الكلام ده في منتهى الاهميه. يعني اريا 17 من الاخر فيها ثلاث انواع من الخلايا سمبل وكومبلكس اند هايبر كومبلكس سيلز. ده مش بس كده. شايفين الكولنز دي؟ في قلنا بتخترق بيخترقها ست طبقات. ايه رايكم؟ الكولن التاني اللي انا حصل له مميز في ايه؟ يستقبل الالوان. وسموا السيلز اللي بتستقبل الالوان بلابس. ودي هنقولها في فيديو لوحدها. هذه
17 اقول لك فين في اريا 17 اللي شاف اللون، تقول لي العمود الثاني اللي فيه بلابس اللي فيه انتر نيورو سيلز سنسيتيف تو كلر. ربنا عظيم عظمه ما حصلتش. ايه التخصص والابداع ده؟ فكره مش فيجوال باسوي وشيل انت اللي انت عاوزه، لا كل حاجه محدده. طب احنا كده قلنا اريا 17 اسمها ايه بقى؟ اريا 17 الاخر اسمها برايمري فيجوال اريا. كلمه برايمري فيجوال، البرايمري يعني اول، اريا 17 تقول لك انت شايف. طب انا شايف ايه؟ تقول لك معرفش. عامله زي اس 1 في السنسوري، انا شايل احساس. طب ايه هو؟ معرفش، محتاج واحد يديني مين. يبقى فايده اريا 17 فيجن فقط، لكن انا محتاج ترجمه ومحتاج تفسير. سموا اريا 17 اسم اخر دكاتره الهيستولوجي، قالوا احنا هنسميها سترايت كورتكس، وده مهم جدا على فكره، مخطط سترايت. طب ده البدايه اريا 17. طب ايه الفانكشن غير ان هو مجرد بيشوف؟ فاكرين لما قلت ان النيزر فايبر بتاعت العين دي كروس مع التمبرال، نزل مع التمبرال بتاع العين الثانيه علشان يعملوا لي حاجه اسمها فيوجن. دكتور يعني ايه كلمه فيوجن؟ هسالك سؤال، انت شايف القلم قصاد عيني حاطط ماركر، الماركر ده انا شايفه بعيني اليمين وشايفه بعيني الشمال، ايه اللي حصل؟ النيزر فايبر بتاعت عيني اليمين مثلا عمل الكروس مع التمبر بتاعت عيني الشمال، قالت لها لازم في النهايه الكورتكس يترجم ان الصوره دي قدامه بتاع حاجه واحده. فيوجن يعني التحام الصور، ما ينفعش اشوف الحاجه اتنين، يحصل لك زغلله. مين اللي يخليك عندك الميزه دي؟ اريا 17. اريا تانيه 18 و 19 قالت انا بقى لازم تعرف سايت وفانكشن. ملاش اورجنايزيشن، مكانك فين؟ دكاتره الاناتومي ساهلوها قوي، قالوا اريا 18 قدام 17 وال 19 قدام 18، يعني من الاخر كل واحده قدام واحده. ده نقطه مهمه. طب نسميهم ايه على بعض؟ بيري سترايت كورتكس. بيري يعني جنب السترايت، جنب المخطط، يعني انا جنبك يا 17 انا فوقيك. ده الاسم الهيستولوجي. هل في اسم تاني؟ اسم الجميل بقى سكندري فيجوال اريا او فيجوال اسوشيشن اريا. ده اللي يقول لك اللي انت شايفه معناه ايه؟ ده قلم، ده كتاب، ايه ده؟ ده مهم جدا يكون الكلام ده موجود. واخدت الكلام ده في السبيتش في الهاير فانكشن. المهم ايه فايده ال 18 وال 19؟ ثلاث فوائد اساسيه، وعشان احفظهم لك هقولها لك بشكل لذيذ قوي. تخيل ان في اسد بيقرب منك، اسد خرج من القفص مثلا وبيقرب منك، اول حاجه ايه ده؟ الاسد بيقرب وانت خايف، يبقى لازم تعمل ديتكشن، ديتكت التحقق من الاوبجكت اللي بيقرب. مش لازم اسد، والدك بيطلع هيجي يضربك، عملت حاجه في البيت غلط، ايا كان، الاول ايه؟ ديتكت، اه ده بابا جاي. رقم اتنين، حته جميله في الفيجن، كل ما الاوبجكت يقرب من عينك كل ما صورته عندك تكبر. في حاجه اسمها ديبس بيرسبشن، ودي هنقولها بعد كده في فيديو. معناه ايه ديبس بيرسبشن؟ الجسم اللي قريب يكبر اما الجسم البعيد
صورته تظهر في عينيك. دي حاجة مهمة قوي. يبقى دي دول اتنين، ديتكت وديكس. بابا صورته كبرت في عينيا، غير فكرة احترام، ما هو جاي وهيضربني. رقم تلاتة، طب الاوبجكت ده بيكبر في عينيك، انت بتستفيد ايه؟ عشان تتصرف، عشان تجري منه، يبقى حاجة اسمها انتربريتيشن. مش معناها ترجمة، معناها التصرف. يبقى ديتكت دابس بيرسبشن، زين انتربريتيشن. ما ينفعش اقول واحده قبل الثانيه، انا كده بغير في تنظيم الفانكشن بتاعي 18 و 17 بالاضافه ان دول بيدوا فيجوال مينينج، ودي مهمه قوي، يديك معنى للحاجه اللي شفتها. ده مش بس كده، ده 18 و 19 تقول لك انا لما اجي اشوف القلم ده واقول ان ده قلم، لازم احدد هو فين في الفضاء بتاعي. هو فين؟ وير از ذا اوبجكت؟ فتسمت في الكتب المحترمه فيجوال اورينتيشن. اورينت، انت فين يا اوبجكت بالنسبه لي؟ قدامي ورايا، انت فين؟ انا شفتك ازاي؟ دي مهمه جدا، عشان كده سموها اسوشيشن، بتربط الاحداث ببعض، الشيء اللي بتشوفه بالسراوندينج بتاعك. يبقى في نهايه الفيديو ده اتكلمنا ان الاوبتيك نيرف في تو فايبرز، نيزل عمل كراس مشي مع التمبورال فايبرز اوف ذا اوبوزيت سايد، مشوا في الكياسما، كونوا لي تراك. التراك سكته واحده من اربعه، ولو راح للاترال جينيكيوليت 6 لايرز، اتفقنا تكسرتهم. الفيجوال كورتكس عندي 17، كلمت في ثلاث نقط، سايت اورجنايزيشن وفانكشن، والاريا 18 و19 اتكلمت على السايت والفانكشن.